يقطع أبو محمد عشرات الكيلومترات عائدا من المخيمات قرب الحدود السورية التركية إلى جنوب إدلب. رافقناه في رحلة العودة إلى قريته بعد نزوح دام عنها عدة أشهر. عاد إلى قريته ليحمي نفسه وأطفاله بعد ازدياد المخاوف من انتشار فيروس كورونا في مخيمات النزوح. أثر العيش في منزله المتضرر من القصف على أن يصاب هو وأولاده بالفيروس في المخيم. ورجعنا خوف من حرصاً على أنه ما يصيب أولادنا كورونا، وهون منتحيد حالنا ومننعزل على العالم، في ما في زحمة سكان، ومنرجع للبيتنا خوف من هالشغلة. والله هو اللي بيعين، والله هو اللي بيصيب، والله بيشافي. عدد كبير من المدنيين عادوا إلى بيوتهم على الرغم من تعرضها للقصف بشكل متكرر. المنطقة تخلو من كل أسباب الحياة، فالمحال التجارية والأسواق جميعها مغلقة أو مدمرة، كما تخلو من الأفران والنقاط الطبية. لكنهم اختاروا العيش هنا باعتبارها بيئة قد تكون آمنة بالمقارنة مع اكتظاظ المخيمات. بعد تفشي وباء كورونا في عدة مناطق مجاورة مثل تركيا ومناطق سيطرة قوات نظام سوري، رصدنا عودة كبيرة لأهالي ريف إدلب الجنوبي من مخيمات النزوح إلى المناطق اللي ما زالت في سيطرة قوات المعارضة. رغم عدم توفر أي مقومات للحياة في هذه المناطق، الأهالي قالوا أنه رجعتهم هاي بسبب خوفهم من تفشي وباء كورونا في المخيمات وعدم قدرة المنظمات الطبية والجهات الطبية على السيطرة على هذا الوباء في حال انتشاره. أكثر من 100,000 مدني عادوا بحسب رصد فريق منسقي الاستجابة، وسط نداءات للمنظمات الدولية لمساعدتهم في التعامل مع الظروف القاسية هنا. بعد أن فروا من القصف جنوبي البلاد، يدفعهم الخوف من تفشي فيروس كورونا في المخيمات إلى العودة ثانية إلى قراهم المدمرة رغم استمرار القصف وضبابية المشهد في مناطقهم. خالد إدلبي، العربي، ريف إدلب الجنوبي.